شغالة جديدة يا عرام بيه. اوكي اسمك ايه؟ وزة سعادة الباشا. وزة. اوكي شوف وزة، اكتر حاجة يزعلني عشان ما تعملوش ابدا ان حد يشيل حاجة من مكانها يحطها في مكان تاني. ماشي يا باشا، بس طالبه منك برضو تاخدني تلففني على البيت حته حته وتعرفني كل حاجه في مكانها فين. تاني اكتر حاجه يزعلني جدا الكلام الكتير. ما تخافش يا باشا، مش هتسمع مني غير كلمتين اتنين، تؤمر وحاضر يا باشا. اوكي يا عرام باشا، انا اجيب لك حاجه على الفرازه، انا اجيب لك اي حاجه. يلا ميرسي. خلي يا باشا. ميرسي نوح، يلا يقدر يمشي دلوقتي. يلا. السلام عليكم. وعليكم السلام يا عم نوح. تحت امرك. تعالى يا اخوانا عايزاك. هو الراجل ده يا اخويا ملوش عيلة؟ عايش بطوله يعني؟ شغل اخر راحة. لا وانت استهدئ، قصدك شغل اخر قلق. ربنا يستر. من ايه بس؟ قلق ليه بس؟ الله، الباشا هو اللي بيعرف. تصدق ان انت راجل معفن؟ امشي يا راجل غور. يلا غور. السلام عليكم. وعليكم السلام، سكة السلامة. يس ايوه خلاص حصل. تأمر بحاجة يا عرام بيه؟ ثانية واحد، أنا أكلمك تاني. وزة، أنت جيت هنا يعمل إيه؟ أنت مفروض يقعد في المطبخ مش يتحرك أبداً. ورايا. إن شاء الله الباقي هيبقى عندك بكرة من النجمة. بس يا ريت ما تتأخريش عن بكرة وإلا هنضطر نخرجها. يعني إيه ما تأخرش؟ هو مفيش رحمه خالص؟ هو يعني الفقير اللي في البلد دي لو عي ومعهوش قرش ما يتعالجش؟ ما بالراحه يا اختي شويه علينا. ايه الاخبار؟ عملتوا ايه؟ انا هخرج اطلب سيجاره بره بقى. غور وريحني غور. الدكتور يا اختي بيقول المايه البيضة هي السبب. ان شاء الله تبقى عمليه بسيطه. اللي فهمته يعني ان لو الواحد سنه صغير وعمل العمليه دي بدري يخف على طول يقوم بالسلام. يا رب يسمع من بقك ربنا يا توحك. يا رب. دفعتي يا اختي فلوس كتير. ما يهمكيش يا قبر، اهم حاجه بس ان رشا تخف وتقوم بالسلام. دي رشا دي نور عيني. ما تزعليش مني يا بنتي، انا قسيت عليكي كتير بس انت شايفه الدنيا قاسيه علينا قوي. والله انا مش وحشه قوي كده، بس نعمل ايه؟ بشد عليكي من شده الزمن فينا. معلش يا قبر، اهو كله بيعض في بعض وخلاص. كل واحد قوي بيستضعف واحد ويطلع عليه عقده. هنعمل ايه؟ ما عادش حد بيرحم حد. هنفضل كده لغايه اما الدايره تتقفل علينا وما نلاقيش حد نعض فيه. تعرف ان رشا بتحبك قوي اكتر مني. ما تقوليش كده، انت برضو امها وحبيبتها. ومفيش حد بيحب حد اكتر ما بيحب امه. الام دي اغلى حاجه في الدنيا. يا رب يخلي الأمهات اللي في الدنيا كلهم وما يحرمش حد منهم. الله يرحمك بقى يا أمه. لا والله دي بتحبك قوي. ده اليوم اللي انت بتباتي فيه بره بتقعد تحلم طول اليوم وتنده عليك، فينك يا توحة فينك يا توحة تعالي يا توحة. دي رشا دي الحاجة الحلوة اللي في حياتي. ساعات بحس كده ان الدنيا ملهاش طعم من غيرها. تعرفي المعفن معتمد دوت ما يقدرش يشرب المدعوق بتاعه قدامها. هو بيستعطى حاجة؟ يا أختي بيستعطى ايه المنيل بقى؟ أفيون. هترني بقول مجنون وهربانة منه، هربان من الخنكة. أنا عارفة أنت طايقاه ولا مستحملاه ازاي؟ ما أنا بدعي يا إما ربنا يهديه يا إما ربنا ياخده واستريح منه بقى. لا إن شاء الله ربنا ياخده قبل ما يهديه بإذن الله. يا رب يا أختي. تفتكر رشا هتخف؟ يا رب ان شاء الله يا ابلة باذن الله يا رب. ملناش غيرك يا رب. هيا اختي طمنينا يا اختي. ايه الاخبار؟ البنت كويسه الحمد لله، والدكتور بيقفل الجرح دلوقتي. طب الحمد لله. طب نقدر نشوفها؟ بقول لك ايه يا اخوخ، انا عايزك تحفظي بقى الطريق عشان ابعتك تجيبي لي الشرايب بعد كده. يبقى نجلك بقى الافلام على ذوق. يا سلام، انت عايزاني اتفرج انا على ذوقك انت ليه؟ عشان اشوف افلام زباله؟ لعلمك بقى انا بفهم في الافلام اكتر منك. طب وعلى كده بقى اكتر فيلم بتحبيه ايه؟ بتفرج على الوسادة الخالية، أيامنا الحلوة، كل أفلام أستاذ عبد الحليم. هو في حد يتفرج على فيلم عربي؟ يعني أنا أدفع جنيه عشان أشوف فيلم عربي بيجي على التلفزيون؟ يا بنت دلوقتي كله بيتفرج على أفلام أجنبي، أفلام هندي. يا سلام، بتضحك علي بقى. مين بيتفرج على أفلام هندي؟
يعني يفهموها ازاي دي؟ ايوه بالترجمه يا فلحه. ايه بالترجمه؟ بالترجمه يعني بصي بيكتبوا كده ايه ترجمه عربي وانت تشوفيها بقى. ايوه يكتبوها نفهمها ازاي. ايوه بتقريها عشان تفهمي. بس يعني شفت بقى افلام بقى سيلفستر السلوني اللي مكسره الدنيا في السينما؟ ايوه طبعا بشوف السلوني ده. طيب سمعتي عن جولتا لافورترا؟ كده ده ف ترقص عيب كده عيب. تعالى بس اقول احنا لو يعني اتفرجنا على ايه. طب انت تعرف تقول نورماندي 2 بتشوف الفيلم ده؟ توحة هلا هلا والله يا توحة هلا شرفتي يا توحة. انا نسيت الطرحة بتاعتي يا شيخ قلت يعني اجي اخد الطرحة واشوفك لو محتاج حاجة اعملها لك. والله والله اني قلت بيني وبين نفسي لا يمكن توحة تخذلني. اتفضلي اتفضلي يا توحة اتفضلي هلا 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 يا توحة هلا 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 يا توحة هلا. الله الله ابو الكوامل صديق اللحظات العصيبة. الليلة الليلة الو اخوي ابو الكوامل الحقني. لا 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 ما ابو شيء الحقني بالأمانة اللي خدنا منها المرة اللي فاتت. هي نفسها. يا ابو الكوامل عملت عمايل. يلا يلا وحياة ابوك ما تتأخر علي انا ملهلب يا ابو الكوامل. مع السلامة يا اخوي. ليلة 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 يا ليلة. انت بتستهبلي؟ ايه اللي جابك هنا من غير ما اقول لك؟ يا باشا انا كنت جاي اقول لك على اللي حصل. ومين قال لك تعملي كده؟ انا قلت لك تعملي كده؟ قلت لك تفكري من دماغك؟ يعني بينا ما عملتش حاجه غلط. الله انا هنا اللي اقول الغلط والصح. انت تشتغلي خدامه بس عيشي حياتك كخدامه فقط لغير وما تجيش هنا تاني من غير ما اقول لك. طب وانا اقول يعني اقول لحضرتك يعني الحاجات اللي بتحصل هناك ازاي؟ اوصلها لك ازاي؟ أنا لما أحب أعرف حاجة هجيبك بطريقتي. حاضر يا باشا اللي تغمر بيه. وزة إحنا ما بنلعبش وزة. تعليمات تتنفذ بالحرف وما تفكريش من دماغك تاني ما تفكريش من دماغك تاني. أنا كل اللي طالبه منك إنك تركزي في أكل عيشك عند الراجل ده. تمام؟ مفهوم؟ مفهوم يا باشا. اتكل على الله. طب يعني لو احتجت حاجة اوصل لك ازاي؟ حاجة زي ايه يعني؟ فلوس؟ نوح هيقبضك باليومية زيك زي اي واحدة شغالة ومن وقت للتاني هتلاقي مكافآت بس على حسب تفتيح دماغك. تركزي معايا وزة. ها تسلم يا باشا. وزة انا مش عايز ازعل منك. حاضر امشي. امشي؟ ما بتمشي في ايه؟ يلا سلام.